البيت والخناقه دي الحاجه سيمبل وبسيطه الهايبرتنشن. هايبرتنشن ابديت فروم جايد لاينز تو ذا كلينيكال براكتس. ماي اجندا البريفالنس كومبليكيشن جايد لاينز وهنشوف بقى الرول اوف ذا دول ثيرابي. يمكن الهايبرتنشن بريفالنس في ايجيبشن في ايجيبت كانت about 15 مليون ايجيبشن with hypertension, about 7 مليون ايجيبشن will be need to in life drug treatment and regular follow up. الغريب بقى في الستادي المصريه اللي بتتكلم على ان الهايبرتنشن in Egypt have high prevalence, والكلام ده كان يمكن في 2014 اكيد زاد, ان about 26% ده البريفالنس, about low awareness او الناس اللي عندهم اوير وتريت وكنترول only 38%, والعينين النسبه اللي بناخد علاج about 24%, النسبه الكنترولد only 8%. ويمكن في الفتره اللي فاتت وكانت المبادره بتاعت 100 مليون صحه كانت وضحت ان في عندي حاجه اسمها نون كوميونيكابل ديزيز انكلود الكارديوفاسكولار ديزيز والدايابيتس والكانسر والكرونيك respiratory disease are currently leading national cause of death in Egypt. And non-communicable disease can account about 84% of total deaths in Egypt. 40% منهم cardiovascular disease. 30% منهم hypertension. Also hypertension hazards. The cardiovascular disease death double with each 20 and 10 milligram millimeter mercury. في الدايستول كل ما البلاد بريشر بيزيد كل ما الريسك فور كارديوفاسكولار ديث بيزيد. وطبعا الهازردز كانت ما بين الهيموريج والستروك والبريفري ارتيريا ديزيز والال في ليف فنتريكولار هايبرتروف ورينال فيلير اند بروتينيوري. الاي سي جايد لاينز كانت في 2018 كانت بتتكلم على الفكره بقى في الكومبينيشن والترند بقى على السنجل بيل كومبينيشن في وان تابلت, ودي ان انا عيني برضو على الريسك ستراتيفيكيشن. ويمكن الجدول ده يهمنا ويبقى موجود دايما عندنا ان انا ممكن عيان يبقى جريد 1 ويبقى فيري هاي ريسك لو العيان كان عنده مالتيبل ريسك فاكتورز, فلازم عيني على الريسك فاكتورز والريسك ستراتيفيكيشنز انا وبقى اقيم امور العيان بتاعي. عشان كده الدراج تريتمنت كانت فروم ذا ستارت بريفيرد ا كومبينيشن راس بلس سي سي بي اور دايريتكس كا كلاس 1 اي, وده الالجوريزم اللي احنا بنمشي عليه. فيرست انيشال ثيرابي بيبدا كومبينيشن فروم ذا ستارت. معظم الجايد لاين زي ما هنشوف دلوقتي بتريكومند ذات راس بلوكيد بلس سي سي بي اور دايريتكس, اند السكند ستيب تريبل كومبينيشن, وثيرد ستيب اللي انا بسميها الريزيستنت هايبرتنشن والبيتا بلوكر في الكومبيلينج انديكيشن. What is the rationale for the combination? ليه الجايد لاينز بتتكلم على combination؟ معظم الجايد لاينز for improving the blood pressure control بتتكلم على ان انا start treatment in most patients with dual combination. لان المونوثيرابي بيبقى ما واخد ميكانيزم مختلف, ميكانيزم واحد, لكن لما بعمل complementary dual therapy بيبقى improving الافيكاسي بالنسبه للبيشنت. السنجل بيل استراتيجي تو تريت للهايبرتنشن, والسمبليفاينج للدول كومبينيشن في سنجل بيل كومبينيشن كانت بتنادي بيها الجايد لاينز. الادفانتج زي ما قلنا لحضراتكم في الكومبينيشن ان انا كومبلمنتري مود اوف اكشنز, كل دواء بيشتغل بميكانيزم, اند انهبيت ذا بودي كاونتر ريجولاتوري ريسبونس وين يوزنج وان انتي هايبرتنسيف دراج, اند مور افكتيف ان مودريت اند سيفير هايبرتنشن, وديكريس البلاد بريشر فاريابيليتي مور ذان سنجل ايجنت. هواي فالزارتن املودبين فور كنترول فور بريفنشن للاوتكم اند ذا سيفتي رابيدلي فور ذا افيكاسي. فالزارتن املودبين offers the tight blood pressure control, real life safety and effectiveness. كانت بتتكلم على ان عملت لي في الاستادي ريدكشن للمين سيستوليك ودايستوليك بلاد بريشر اب تو 55 مليمتر ميركوري في السيستول واباوت 22 ميركوري في الدايستول, ده في الجريد 3, انما كانت اكتر من كده في الجريد في الستيج 3 اند 4 ام مور ذان ذس. وفالزارتان significantly بتريديوس blood pressure from the baseline in elderly patient with hypertension. كمان الكومبينيشن املودبين وفالزارتان
بتقدم لي significant reduction in blood pressure from the baseline in patient with the hypertension compared as a valsartan monotherapy و amlodipine monotherapy. يعني لما قارنا بين الكومبينيشن ما بين الفالزارتان amlodipine وما بين single amlodipine أو single فالزارتان كان الكومبينيشن كانت هي الأفضل و across the all the hypertensive range سواء كان المايلد أو المودريت أو even a severe hypertension. عشان كده كمان الجايد لاينز حطت برضو نقطة مهمة تاني وهي نقطة السنترال بلاد بريشر. السنترال بلاد بريشر بريدكت الفاليو فور كارديوفاسكولار ايفنت وان مش كل الأدوية الضغط بتأثر على السنترال بلاد بريشر. قالت من خلال سترونج هارت ستادي اللي كانت بتتكلم على ان انا السنترال بلاد بريشر اتس non-invasive determined central blood pressure more strongly related to the vascular hypertrophy, the extent of the atherosclerosis and cardiovascular event more than the brachial blood pressure. Central blood pressure is a term commonly used for describing the blood pressure in the ascending aorta on the leaving of the left ventricle. Not all the antihypertensive have the same effect on the central blood pressure. يمكن كان الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر والكالسيوم بلاد وكالسيوم شانل بلوكرز كان ليهم بريوريتي شويه على السنترال بلاد بريشر. كان في انذر ستادي الاكسبلور ستادي كان بتتكلم على الاملودبين فالزارتان كومبينيشن بتقلل السنترال سيستوليك بلاد بريشر مور افكتيفلي ذان ذا املودبين اتينولول كومبينيشن. طيب وماذا عن البريفنشن او الاوتكم او الكارديوفاسكولار اوتكم؟ اول حاجه كانت على مستوى اليورين يورين البومين كرياتينين ريشيو كان بيتكلم على ان في اسوشيشن بين السنترال نكتورنال بلاد بريشر اند يورين البومين كرياتينين ريشيو من خلال الفالزارتان املودبين كومبينيشن وكمان ريدكشن للمايكرو البومينوريا من خلال الفالزارتان مع التايب 2 دايابيتس. وكانت في ميتا اناليسس كمان بتتكلم على الكنترولد بقى على ان انا اقدر من خلاله بيعمل بقى left ventricular regression في الهايبرتنسيف patient مختلف طبعا عن الاذر انتي هايبرتنسيف drugs. So comparative effectiveness for the angiotensin receptor is broker for preventing the microvascular disease in patient with the diabetes. ماذا عن السيفتي؟ حضراتكم نعلم جيدا البريفرال إديمة اللي ممكن تحصل مع السي سي بي او الكالسيوم شان بلوكر نتيجه ان ما عنديش فينوس دايلاتيشن لكن لما ابكومباين مع الاربز بتقلل من الانكل إديمة بصفه واضحه من خلال الفينو دايلاتيشن من للانجيوتنسين ريسبتورز بلوكر. سو فالزارتان ديمونستريت سيجنيفيكانتلي دبل ريدكشن ان ذا انفورمد انكل إديمة فيرسس اولميزارتان وين ادد تو ذا املودبين and the combination of the amlodipine valsartan produce less peripheral edema than the amlodipine in hypertensive patient not adequately controlled with the amlodipine and the combination واضحة جدا بين الفرق بينها وبين الاملودبين لوحده. إذن finally why valsartan وamlodipine combination ليه بننادي بالتو مولكيول؟ simply لان الفالزارتان كان ليه mostly intensively studied worldwide اكثر من 57 الف عيان من خلال studies مختلفه الفاليانت نافيجيتور دروب فالهفت فاليو مارفال كل دي studies بتتكلم على الفالزارتان واهميتها. كمان الاملودبين كان ليه based trial كتيره جدا اكثر من 40 الف عيان الاسكوت والبريفنت والاول هات والكاملوت study. So to sum up Mr. Chairman and my colleagues, الفالزارتان أملودبين indicated as first line of drug in hypertension management whether uncomplicated hypertension or hypertension with CKD stroke cerebrovascular disease. فالزارتان أملودبين is an indication for uncontrolled patient. فالزارتان أملودبين demonstrates significantly double reduction in the ankle edema versus olmesartan when added to the أملودبين. أعتقد إذا أوفيت شكرا دكتور حسام رائع كالعادة يعني.